عما يدخل يا حسين كل الوارد من شهدون بر وبحر ومنكون جن وإنس يعترفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبالحسين تسعدون، وبه تشقون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، في غزوة خيبر جرح مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 25 جراحة، بعد أن فتح الله عز وجل على يديه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وعليه تلك الجراحات بكى رسول الله وحق له أن يبكي. أمير المؤمنين الذي يتمنى ملائكة الله أن يلقوا نظر على وجهه الشريف، الذي تتمنى الأنبياء وتتشرف بالنظر إلى وجهه الشريف، هذا يحارب ويؤذى ويجرح، من حقه صلى الله عليه وآله أن يبكي؟ هذا يلزم أن يقبل الناس الأرض بين قدميه. في ليلة 11 من المحرم ماذا حدث بقلب النبي صلى الله عليه وآله؟ رسول الله رأى 25 جراحة على جسم أمير المؤمنين، بكى ذلك البكاء. في ليلة 11 من المحرم ماذا رأى رسول الله؟ ماذا حدث بقلب أمير المؤمنين وقد جاء إلى مصرع الحسين؟ سيدة نساء العالمين حضرت في ليلة 11، ما الذي تركت مع
مصيبة الحسين في قلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مئات السنوات تمضي على استشهاده، حفيده سيد هذا العصر، أرواح العالمين فداه، لا يزال يبكي ذلك البكاء. أقرأ لكم حديثا شريفا بتفصيله. هذا الحديث ورد في كتاب كامل الزيارات، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أحدثه، فدخل عليه ابنه بعد عشرات السنوات من عاشوراء، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام له لابنه: مرحبا، وضمه وقبله وقال: حقر الله من حقركم. الإمام يقول لابنه: لعله الإمام موسى بن جعفر، يعني من الذي حقر الإمام موسى بن جعفر آنذاك؟ لا، القضية قضية سابقة، مضت على تلك القضية عشرات السنوات. لا، تحقير من ذلك اليوم مستمر، حتى لو يعظم أهل البيت ذلك اليوم هو كان تحقير. العبارة صعبة جدا، لولا أنها واردة في الرواية الشريفة: حقر الله من حقركم وانتقم ممن وتركم وخذل الله من خذلكم. هاي الكلمة خطيرة جدا، إن شاء الله لا تشملنا إن شاء الله. وخذل الله من خذلكم ولعن الله من قتلكم وكان الله لكم وليا وحافظا وناصرا، فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء. ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بصير، إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه، بما أتى إلى أبيهم، يعني الإمام الحسين، وإليهم: يا أبا بصير، إن فاطمة عليها الصلاة والسلام لتبكيه وتشهق. الشهقة البكاء الذي يتردد في صدر الشخص. إن فاطمة بكت على الحسين، الإمام لا يقول ذلك، بكت واضح، لتبكيه. فتزفر جهنم زفرة، لبكاء فاطمة جهنم تزفر، لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك. خزنة جهنم مستعدين حتى جهنم لا تطغى.
مخافة أن تخرج منها من جهنم عنق أو يشرد دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها. يكبحون جهنم، خزنة جهنم مستعدين. بمجرد أن يسمعوا صوت سيدة النساء فورا يكبحون جهنم. ما دامت باكية ويزجرون جهنم ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض، فلا تسكن جهنم حتى يسكن صوت فاطمة. جهنم تغلو، وأن البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض، وما منها قطرة إلا بها ملك موكل. فإذا سمع الملك صوتها، صوت فاطمة، أطفأ نأرها، نأر البحار، ثورة البحار، غليان البحار. هذه كلمة نأرها يعني ثوران البحار، يعني غليان البحار. ولذا كلمة أطفأ، كلمة أطفأ تستعمل للنار. البحار تصبح هكذا، أطفأ نأرها بأجنحته وحبس بعضها على بعض مخافة على الدنيا وما فيها ومن على الأرض. هذا صوت فاطمة. فلا تزال الملائكة، الملائكة معرفتها بالله سبحانه وتعالى أفضل من كل البشر، استثنى الأنبياء والرسل والأوصياء، يعرفون الله عز وجل أحسن من غيرهم. الملائكة عندما تسمع صوت فاطمة تشفق على من؟ على أهل الأرض. يعني ماذا؟ فلا تزال الملائكة مشفقين يبكونه، يبكون الإمام الحسين لبكائها، ويدعون الله ويتضرعون إليه، ويتضرع أهل العرش ومن حوله، وترتفع أصوات من الملائكة بالتقديس لله مخافة على أهل الأرض. يقدسون الله مخافة على أهل الأرض، يعني الملائكة اللي تعرف الله عز وجل تحتمل أن الله عز وجل يغضب على الأرض فينسف كل شيء لأجل صوت فاطمة. قيمة أهل الأرض ما هي؟ من هم أهل الأرض أصلا؟ هاي فاطمة تبكي؟ ولو أن صوتا من أصواتهم يصل إلى الأرض من أصوات الملائكة لصعق أهل الأرض وتقطعت الجبال وزلزلت الأرض بأهلها. قلت أبو بصير يقول: قلت جعلت فداك إن هذا الأمر عظيم. قال عليه السلام: غيره أعظم منه ما لم تسمعه. ثم قال لي: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على المنطق وما قدرت على كلامي من البكاء. هاي كلمة جدا حساسة عند الشيعة. فاطمة، اسم فاطمة، هذه كلمة الشيعة يتأثرون بهذا الاسم فقط.
ذات مرة أنا بحثت عن هذه الكلمة، عن هذه العبارة، أن الشخص يسعد فاطمة. كلمة جدا عظيمة. بمقدار ما بحثت ما وجدت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام استعمال هذه الكلمة. أهل البيت يعرفون من هي أمهم، يعرفون ما الذي يوجب أن تسعد فاطمة. هذه الكلمة ما وجدتها إلا في القضايا المرتبطة بسيد الشهداء. في بعض الروايات الشريفة عن زيارة الإمام الحسين، هذه الرواية مطلقة ما فيها زيارة الإمام الحسين، الشيء المرتبط بسيد الشهداء. كثير عظيم هذا، أن الإنسان يكون ممن يسعد فاطمة. أبو بصير إنسان له معرفة. أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها فما قدرت على المنطق، خلص خنقتني العبرة، وما قدرت على كلامي من البكاء. ثم قام إلى المصلى، قام عليه السلام إلى المصلى يدعو، فخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائما وجلا حتى أتيته، فلما رأيته لعله في اليوم الثاني قد سكن سكنت. بعد عشرات السنوات، لا بعد مئات السنوات، هذا الشيء لا يزال. الرواية الشريفة لا تقول إن فاطمة تبكي في يوم عاشوراء فقط. الجملة الفعلية البعض يقول تدل على الاستمرارية، الفعل المضارع يدل على الاستمرار. زيارة عاشوراء قرأتموها مرارا وتكرارا، هذه الزيارة العظيمة. في هذه الليلة قرأتم هذه الزيارة الشريفة. في هذه الزيارة عبارة: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. عبارة حقا عجيبة. كم هي مواطن، كم هي مواقف النبي صلى الله عليه وآله، كم موقفا وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بالمئات بالآلاف. هل سمعتم ولو في حديث ضعيف، يبدو ما موجود هذا الشيء، أن النبي صلى الله عليه وآله في كل موطن في كل موقف وقف ذكر الصلاة، ذكر الصيام، ذكر الحج مثلا، الواجبات المهمة، الأمور الهامة الدينية، أن يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن وفي كل موقف. هذا الشيء ظاهرا غير موجود. نعم، في كل موطن وموقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذكر الأمور الهامة جدا، التوحيد. نعم، يذكر نبوته. نعم صحيح. من جملة الأشياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه يذكر اللعن. لعن لعن قتلة الحسين، تفسر قتلة الحسين. هذا شيء هكذا اهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. يعني اهتمام. في عبارة أخرى في زيارة عاشوراء، في زيارات أخرى تقرؤون هذه العبارة: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. حرب يعني ماذا؟ العبارة ليست أنني لا أحب من حاربكم، العبارة ليست أنني أبغض من حاربكم، حرب لمن حاربكم. حرب، حرب يعني ماذا؟ يعني كل شيء. الحرب ليس معناها، ليس معناه البغض، معنى الحرب كل شيء، يعني مفتوح. الذي يحاربكم أنا حرب له. هذه الزيارات خاصة بعصورهم صلوات الله عليهم، في هذا اليوم هذه الزيارات مو المطلوب أن نقرأها؟ المطلوب أن نقرأ هذه الزيارات. من يكون اليوم محاربا للإمام الحسين؟ يوجد محارب للإمام الحسين؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد. نعم، في كل زمن يوجد بأشكال مختلفة، شتى الألوان وشتى الطرق، بسم الله عز وجل وباسم دين الله عز وجل، ويكبرون بأن قتلت. هؤلاء كانوا يقولون الله أكبر ويقتلون الحسين. تتصورون أن الذي يحارب الإمام الحسين يقول أنا كافر؟ لا، بعضهم يحارب الإمام الحسين ويقول أنا الدين. ويقول أنا دين رسول الله، أنا الإسلام الأصيل، ويحارب الإمام الحسين. كيف يحارب الإمام الحسين اليوم؟ الأمور التي تنتسب لسيد الشهداء، الحرب ضد هذه الأمور حرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول؟ نقول وحرب لمن حاربكم. أنا راح أحاربهم في زيارة عاشوراء، نخاطب الإمام الحسين عليه السلام، نقول وحرب لمن حاربكم. مجرد كلام، لا، حرب. الحسين عليه الصلاة والسلام، قتلة الإمام الحسين ممن أسس إلى الشخص المباشر كلهم، هؤلاء لهم عذاب لا نظير له في يوم القيامة، لا نظير له. اقرأ الرواية الشريفة، إطلاقا لا نظير له. بعض هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية أمرهم على الأقل من الناحية الظاهرية كانوا على الجادة، كانوا على الصراط. يعني إخواني القضية جدا خطيرة، جدا خطيرة. اليوم أيضا هكذا،
بعض من يحارب اليوم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية أمره حسب الظاهر إنسان عادي على الدرب على الطريق. هذا الخطر ليس بعيدا عن الإنسان. هذا أولا. ثانيا، أنتم إن شاء الله تعالى من أصحاب هذا الوسام. الوسام ما هو؟ خدام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني محسوبين على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أحد الخطباء الكبار ذات مرة كان ينصح الخطباء خدام منبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ينصحهم. هذه النصيحة ليست خاصة بالخطباء، هذه النصيحة لنا أيضا الخطباء الكرام. هذه النصيحة توجه إليهم، النصيحة توجه إلى كل فرد فرد من خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كان يقول للخطباء الكرام، يقول أنتم عندما ترتقون المنبر الشريف تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله واقف مقابل المنبر، أمير المؤمنين واقف مقابل المنبر، الإمام سيد الشهداء، هؤلاء واقفون مقابل المنبر. وهم يخاطبونك ويقولون لك الله الله في سمعتنا، أنت الخطيب لا تغير مقام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عند الله عز وجل أبدا، وجودك وعدمك سواء في هذا المجال، مقامنا عند الله عز وجل أعلى المقامات مقام أهل البيت. ولكن أنت بيدك سمعة أهل البيت عند الناس، تتحدث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تتمكن أن تجعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أعين الناس يصعدون أو والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى، ممكن أن تؤثر سلبا على سمعة أهل البيت. لماذا؟ أنت خادم الإمام الحسين الخطيب، أنت أيضا خادم الإمام الحسين، أنت أيضا بنسبة معينة تتمكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا. الله الله في سمعة الإمام الحسين. الإنسان الضعيف يؤثر سلبا على سمعة الإمام الحسين. الإنسان الجبان بعيد عنكم جميعا إن شاء الله يؤثر سلبا على سمعة الإمام الحسين. هذا يقول أنا من خدام الإمام الحسين، جبان، هو جبان، سيده سيد الشهداء، كيف كان أشجع من الإمام الحسين تعرفون أنتم في التاريخ أصلا؟ فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. الإمام الحسين ذاك الشجاع، هو الصريع على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وشجعانهم يخافون أن يقتربوا منه. خادم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن يتحلى بصفات الإمام الحسين بصفات أعدائه.
خادم الإمام الحسين يلزم أن يكون شجاعا أم جبانا؟ هذه تؤثر. إيجابا الشجاعة تؤثر، سلبا الجبن يؤثر. الله الله في سمعة أهل البيت، كن صامدا، قف. طبعا أول شيء العقائد، ثانيا العمل، ثالثا الأخلاقيات. خادم الإمام الحسين يلزم أن يكون قويا في مجال العقيدة، في مجال العمل، خلوقا. هذه مؤثرة بالنسبة ضئيلة، نعم، ولكنها مؤثرة. أقرأ لكم عبارة مختصرة، سطر واحد لعله وسطرين تقريبا، في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب ابن جندب، عبد الله ابن جندب، هذا من خيرة الثقات، هذا من الفقهاء الكبار، من المخبتين، من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام. ذات مرة قال للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، هذا ابن جندب، قال للإمام الكاظم، سأل من الإمام الكاظم، هل أنت عني راض؟ هذا السؤال سؤال مهم، يلزم أن نسأل أيضا من مولانا في هذا العصر، أرواح العالمين فدا. إن شاء الله الجواب هم يكون مثل جواب الإمام الكاظم لابن جندب. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال مضمون الحديث الشريف، نص الحديث ما أتذكر، قال الإمام عليه السلام، هذا المضمون، بلى والله، هو قال أنت عني راض؟ فقال عليه السلام، بلى والله ورسوله والله عنك راض. إن شاء الله إذا قلنا للإمام عليه الصلاة والسلام هل أنت عنا راض، نسمع هكذا جواب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له موعظة عظيمة جدا مفصلة لابن جندب، هذا الشخصية المرموقة، مقطع من الموعظة، يقول عليه الصلاة والسلام لابن جندب، يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا، شاهدي هذه الكلمة، استقاموا، صمود، ثبات، هذا يتكلم كلام ليكون الإنسان مع الريح يذهب يمنى ويسرى، هذه الشعيرة الحسينية فيها كذا، ذلك العمل الحسيني فيه كذا، أبدا، استقامة، صمود، فيها أذية، الإنسان يؤذى، فليكون، أصلا معنى الاستقامة هذه، في بلد يؤذى الذي يمارس شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بعض البلاد هكذا، فليكون، نساب، نتهم، نتهم بالعمالة، نتهم بال جنون، هؤلاء مجموعة مجانين يعملون هذه الشعار الحسيني، فليكن. استقامة، صمود، هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولأظلهم الغمام ولأشرقوا نهارا ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما سألوا الله شيئا إلا أعطاهم. استقامة، أنت اسمك شيعي، اسمك حسيني،
تلخص كلامي في جملتين: نحن على أبواب محرم هذا الشهر العظيم، شهر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، شهر القضايا الكبيرة، شهر المواقف العظيمة. لا أقول المواقف العظيمة لسيد الشهداء، ذاك أصلا أكبر من تصور ملائكة الله عز وجل، ذاك شيء آخر. شهر المواقف العظيمة لأصحاب الإمام الحسين، شهر المواقف العظيمة لأهل بيت الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام، أمام طغاة، أمام يزيد، أمام ابن زياد، نجاسة، أجلكم الله جميعا، نجاسة ما مثلها نجاسة اسمها يزيد، قذارة، أجلكم الله، قذارة ما مثلها قذارة اسمها ابن زياد، شيء فوق التصور أصلا. من هو يزيد؟ أمام يزيد بنت عمرها 10 سنوات تقف تجابهه بكلام تكسر جبروته، وهي آنذاك أسيرة في يديه. ابن زياد السكران، ما لا أقول سكران بسكر الخمر، هذا شيء من سكره، سكران بما لكلمة السكران من معنى. أمامه تقف بنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عين رسول الله قرة الحسين، ولطالما كان يلثم شفتيه، على الشعائر.
ويكفينا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أما تحب أن تكون ممن يسعد فاطمة؟ في هذه الرواية الشريفة الإمام قال هذه الكلمة بصورة مطلقة فيما يرتبط بسيد الشهداء. حذف المتعلق يفيد العموم. هيا على الشعائر. شتى الصور بشتى الطرق. الإنسان في هذه الأيام على الأقل، هذه العشرة الأولى من محرم على الأقل، يجعل الأمور الأخرى فقط بمقدار الضرورة يأخذها، بمقدار الحاجة يأخذها. بقية جهده بالمقدار الذي يتمكن كيفما يتمكن للشعائر بشتى أنواعها. حي على الشعائر. ثانيا عبارة زيارة عاشوراء: حرب لمن حارب الشعائر. مهما كلف مهما كلف فسوف لا يكلف مثل ما كلف أصحاب الإمام الحسين، مثل ما كلف أهل بيت الإمام الحسين وهم وقفوا. حرب، حرب لمن حارب الشعائر. هذه الكلمة سابقا قلتها وأنا مطمئن منها. أنتم وخدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا يطلبون في خدمتهم لسيد الشهداء جزاء ولا ثوابا، لعله في الأعمال الأخرى نطلب الثواب نطلب الجزاء، أما فيما يرتبط بسيد الشهداء حب. ولكن مع أنكم وخدام الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يطلبون ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، ولكن الثواب عظيم. الرواية الشريفة اقرأوها: من الذي يجزي خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ تلك أمه فاطمة الزهراء هي التي تجزي. أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الذي هو مصباح هدى، بهذا الذي هو سفينة نجاة، بهذا الحسين العزيز على الله عز وجل العظيم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ألا يحرمنا من خدمته. اللهم بحق الحسين عليه الصلاة والسلام لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا خدمته في الدنيا وارزقنا زيارته في الدنيا، وارزقنا اتباعه في الدنيا، وارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج المنتقم لآل محمد. Oh.
ترفض.